أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا وطفلي. أنا وطفلي اليوم غتكلم مع المرأة اللي قررت تحمل، ديجا حملات ولا ديجا عندها وليدات ولا أول مرة وبغات تحمل. معنا دكتورة مزيان نادجة، مرحبا بك. شكرا. أشنو دير المرأة اللي قررت تحمل؟ شنو هما الاستعدادات؟ مثلا نبداو بالميدان النفسي، شنو خصها دير؟ فعلا السيده اللي غادي تكون السيده والزوج ديالها اللي ما غيكونوش كيستعملوا الموانع ديال الحمل، يعني كاين احتمال انه يكون حمل. كاين استعداد نفسي كيف ما قلتي الاخت حليمه، استعداد نفسي السيده خاصها تكون متهيئه نفسيا لاستقبال الحمل. العكس صحيح، تخيلي السيده نفسيا ماشي هي هذيك وغادي تحمل، تقدر ما تبداش الحمل ديالها بصحه نفسيه جيده. دونك هذا الاستعداد النفسي. كاين الاستعداد الجسدي، دونك سيده ما عندهاش مشكل الوزن مثلا تقدر تحمل، ما كاينش اشكال. والعكس صحيح، عندها المشكل الوزن زائد اللي مساله واضحه خاصها تنقص بعد الوزن ديالها عاد فاش تحمل، باش نتجنبوا المشاكل اللي عندها علاقه بالوزن المرتفع مع الحمل. وكاين الاستعداد الطبي، دونك هنا النصيحه اللي نعطيو للسيدات ملي كتفكر تحمل تمشي ولا تحبس الموانع ديال الحمل تمشي لعند الطبيب. زياره الطبيب عندها بزاف ديال الاهداف، كيشوف واش فعلا ما كاينش مشاكل صحيه، هذه هي الاولى، اولا كاينه مشاكل صحيه وشنو هي. كيشوف المناعه ديال السيده واش متوفره في واحد العدد ديال الامراض قبل ما تحمل او لا. المثال اللي كنعرفو مثلا لا توكسوبلازموز او لا روبيول، واش عندها فقر الدم مثلا، واش كاين المناعه او لا ما كايناش. وفي بعض الاحيان كنشوفو السيده عندها امراض معروفه، واش من ادويه كتستعمل، واش الادويه ممكن تبقى تاخدها وهي حامل او لا هذيك الادويه ممنوعه خاصها تعوض بادويه اخرى. الى الملف ولا الزياره ما بينات حتى شي مشكل. حنا كاطباء شنو كنصحوا السيدات واشنو كنعطيوهم؟ كنعطيوهم فيتامين بي 9، لاسيد فوليك بدون دعايه، اللي خصنا كلنا نعرفوه ان هذا الفيتامين كيساعد الجنين في التكوين ديالو باش نتجنبوا واحد النوع ديال التشوه اللي كيقيس العمود الفقري، دونك اللي كنسموه لي سبينا بيفيدا، لي تروبل دو فيرموتور دو توب نورال. يعني فيتامين كتساعدنا باش نتجنبوا هذا التشوه اللي في بعض الاحيان كيكون خطير. بعض المرات كتكون الام عندها مشاكل مثلا في الخدمه ولا في العائله ولا هذا وكتحمل، شنو خصها دير؟ يعني عندها مشاكل ولكن هي باغا تحمل، شنو دير باش تمشي داك الحمل في هدوء؟ و خاص غير الاستعدادات، يعني كما كنقولوا بالدارجه كترصي كل حاجه كتقادها وكتحمل، باش ما يجيش الحمل في الوسط ديال هاد انزعاج نفسي كبير بزاف. باش شنو الهدف؟ ان السيده تحمل وتكون سعيده، ما تكونش في واحد الحاله ديال التعاسه. تفيد من داك لا غروسيس ديالها. فعلا. خصوصا ملي كيجيو الهرمونات والهرمونات وكيجيو التغيرات الفيزيولوجيه اللي كنعرفوا كالعياء. تخيلي سيده في حاله نفسيه مضطربه وغيجيو هاد الاعراض غتحس بهم كثر بزاف، والحاله النفسيه غتدهور بزاف وغادي يخص التدخل ديال طبيب نفساني وادويه. إذا كان استعداد نفسي وبدات الحمل وهي مرتاحه نفسيا جيد، ما غتحتاج حتى شي حاجه. كاين مثلا السيدات اللي ديجا ولدوا سواء بعمليه قيصريه او لا بطريقه طبيعيه، وفي الذات ديالهم والعضلات ديالهم ما بقاوش بحال الاول، قبل ما يحملوا شنو خصهم يديروا؟ هادشي داخل في الاستعداد على المستوى الجسدي. فعلا هنايا في الحقيقه من بعد كنرجعوا من بعد الحمل الاول، طب كيما كانت عمليه قيصريه او لا ولاده طبيعيه، كنشوفوا العضلات المهبل واش تجمعوا ولا بقاو مرخيين، والعضلات ديال البطن واش فعلا حتى هما تجمعوا ولا بقاو مرخيين، وحتى الوزن السيده واش الوزن ديالها رجع مزيان اولا بقى وزن زائد. دونك الا كانوا هاد المشاكل كل مشكل عنده الحل. الا كانوا عضلات المهبل ترخاو غادي نعطيوها الترويض ديال المهبل باش يصححوا قبل ما تحمل، ونفس المساله بالنسبه للبطن باش ما يكونش ارتخاء ديال البطن، ونفس المساله بالنسبه للوزن. تخيلي كان وزن زائد غادي تحمل على الاقل غتاخذ واحد 12 كيلو في الحمل، دونك تخيلي راه في بعض الاحيان كيكون الوزن مفرط بزاف، وكنعرفوا المشاكل ديال الوزن مع الوزن الزائد مع الحمل.
اخر سؤال ولا اخر نصيحه يمكن لك تعطي للمراه اللي داخله على فتره حمل، اهم حاجه تقولها شنو؟ نمشيو لعند الطبيب. شكرا دكتوره مزيان. اعزائي المشاهدين، كنتمنى بان استعداد الحمل وضح عندكم. الا بغيتوا تعاودوا تشوفوا الحلقه ديال اليوم تمشيو ل www.media1tv.com/anotifli. شكرا على الوفاء ديالكم، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.